للسياحة والإدارة. دكتور خالد مساء الخير، كيف برأيك من الممكن أن تؤدي الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، دعني لا أقول المتدهورة، المتذبذبة في أوروبا على السياحة العالمية؟ وحقيقة اعتماد أوروبا على السياحة اعتماد كبير، ومثل السياحة بالنسبة لأوروبا 11% من الدخل القومي، ويعمل فيه 24 مليون موظف. في أربع دول فقط، أسبانيا والبرتغال وإيطاليا واليونان، هناك 130 مليون سائح سنويا. هذا يعادل عدد سكان هذه البلدان. المشكلة بدأت في العام الماضي مع الأزمة العالمية التي أثرت على الدول الغنية، حتى في أوروبا مثل ألمانيا وبريطانيا فقل عدد السياح الذين يزورون الدول الأقل يعني إمكانات اقتصادية مثل الدول الأربع التي أشرت إليهم، خاصة في محيط البحر الأبيض المتوسط. فلذلك تأثرت السياحة هناك، وزادت نسبة البطالة، وبدأ التأثير يؤثر على بلدان أخرى لم تكن تأثرت من قبل. أعتقد أن أسباب المشكلة هي خمسة أسباب. السبب الأول هو السبب الاقتصادي الذي أشرنا إليه، والذي لم يخرج العالم منه حتى الآن. ومن ضمن هذه الآثار تأثر اليورو في الأزمة، وانخفاض سعر الباوند. ولذلك كثير من البريطانيين وهم يشكلون مع السياح الألمان أكثر السياح الأوروبيين تأثروا بهذه الأزمة، وبدأوا يفضلون البقاء في بلدانهم أو الذهاب إلى دول أقل تكلفة مثل تركيا ومصر وبعض الدول الآسيوية من بينها الصين والهند وكوريا وماليزيا. السبب الثاني سياسي، لأن كثير من هذه البلدان تتعرض لإضرابات عمالية تؤثر على قطاع السياحة فيها. السبب الثالث هو الخوف من الأعمال الإرهابية والاضطرابات السياسية. السابع وهو سبب مهم جدا، أسباب فعل يعني الطبيعة من مثل الاهتزازات الأرضية، الزلازل التي حدثت في جنوب أمريكا، أو البراكين بركان آيسلند الذي أثر على أوروبا وعلى قطاع النقل الجوي. آخر هذه الأسباب هو السبب الديني. لا ننسى أنه رمضان هذا العام، وهو الشهر المقدس ل 1500 مليون من سكان هذه الكرة الأرضية، أصبح في وسط الصيف، وبالتالي أصبح مشكلة للكثيرين أنه يسافر فترة الصيف، طالما أنه رمضان وهو الفترة التي يفضل الجميع فيها البقاء في بلدانه أصبح في وسط الصيف. ولذلك استفادت بعض البلدان مثل السعودية مثلا في فترة الحج ورمضان من هذا التدفق السياحة الدينية، واستفادت دول مثل ساوث أفريكا جنوب أفريقيا من كأس العالم. فإذا هناك فوائد وخسائر، إلا أن الخسائر يبدو أنها أكثر على الناحية على الضفة الأوروبية منها على الضفاف الأخرى. أنا أشكرك الأستاذ المساعد بكلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة الدكتور خالد باطرفي، حدثني من جدة، شكرا جزيلا لك.